فقه الأسرة. فقه الاسره النفقه النفقه هي الكفايه من الطعام والشراب والكسوه والمسكن وتوابعها لمن تلزمهم وقد امر الله عز وجل بالانفاق على الزوجه فقال تعالى ضوابط لا بد من مراعاتها، منها: تجب النفقة للزوجة على زوجها بالمعروف. لا تجب النفقة للزوجة بمجرد العقد حتى يدخل الزوج بها. تقدر النفقة بقدر الكفاية، ولا تسقط بإعسار الزوج. إذا أُعسر الزوج بالنفقة ولم تصبر الزوجة فلها الفسخ. يُباح تعجيل وتأخير نفقة الزوجة إذا اتفقا على ذلك. لا تسقط نفقه ما مضى على الزوج وتصير دينا للزوجه يجب العدل بين الزوجات في النفقه والكسوه تسقط النفقه عن الزوج اذا نشزت الزوجه تجب النفقه للمراه وان كان زوجها غائبا عنها مؤسسه الدرر السنيه